مرحبا. بموسم الموني بجبال بيشكل دبس العنب والخروب عنصر مهم بتحتاج له السوق المحلية والخارجية باعتباره منتج طبيعي بيتمتع بقيمة غذائية مفيدة جدا للصحة وبأمن مبلغ مالي ولو بسيط بيساهم برفع دخل المزارع اللبناني وبيساعده بتحسين أوضاعه الاقتصادية. ومثل هالأيام بيكتر الشغل بالمعاصر وإن شاء الله بيكون موسم دبس مثمر. وبالعودة لطقسنا أجواء خريفية متقلبة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الرطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة، البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة 123 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم مع تساقط أمطار متفرقة واستقرار بدرجات الحرارة بالنسبة لمجموع المتساقطات من أيلول لحتى اليوم ببيروت فوصل لل 260 ملم والسنة الماضية 37.8 ملم والمعدل العام هو 140 ملم. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل عم بتسجل 10 وبلبقى 4 على المرتفعات 6 و0 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية؟ وبنبدأ من عرسال 8 ورمات 20 روشة 20 ومن بعدها ننتقل لتبنين 19، مارون الراس 14، نبطية 14، حسبية 13 درجات الحرارة منخفضة دفوا منيح، وأخيرا الهربل 17 درجة. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 55 و90%، حرارة سطح الماء 23 درجة وسرعة الريح بين 35 و50 كيلومتر بالساعة والريح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 12 و20، والأربعاء بتتراوح بين 11 و18 درجة، وبيرجع نهار الخميس الطقس مشمس إلى غائم جزئيا وبتتراوح بين 11 و18 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا القدس 11، دمشق 15، وبغداد 19، وتونس 23، والقاهرة 20، وبتنتهي جولتنا ببرلين 8. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.